الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. عندما ترى الفتاة العزباء أن شخصا يهدي لها سجادة هدية في المنام، إشارة على قدوم الخير لها الكثير في الحياة، والله أعلم. المرأة المتزوجة التي ترى بأن زوجها يهدي لها سجادة في المنام، علامة على قرب حمل وولادتها، والله أعلم. السجادة هدية في المنام، علامة على وظيفة مرموقة ونجاح كبير في الحياة، والله أعلم. رؤية إهداء السجادة للرأي في المنام، علامة على مكانته العالية بين الناس، والله أعلم. أخذ الشخص سجادة للصلاة هدية في المنام، بشرى له بسماع أخبار جيدة أو رزقه بشخص جيد كصديق في الحياة، والله أعلم. رؤية سجادة الصلاة في المنام، علامة على قيام صاحب الرؤية بالحج أو العمرة، والله أعلم. المرأة المتزوجة التي ترى في منامها سجادة الصلاة، إشارة على تدينها وقوة إيمانها، والله أعلم. عندما يرى الشاب سجادة الصلاة في المنام، دليل على تخلصه من اضطرابات الحياة، والله أعلم. رؤية المرأة الحامل في منامها لسجادة الصلاة، علامة على سهولة ولادتها، والله أعلم. رؤية المرأة المطلقة في المنام لسجادة الصلاة، إشارة على زواجها من شخص صالح وستكون سعيدة معه، والله أعلم. رؤية السجاد المحروق في المنام، دليل على تعطير رحلة سفر كان يقوم بها الرائي، والله أعلم. رؤية احتراق السجاد في المنام، علامة على ضيق يتعرض له الحالم في حياته. السجادة المحروقة في المنام، إشارة على اقتراب أجل الرائي وموته، والله أعلم. عندما يرى الشخص السجاد يحترق في المنام، علامة على تعرض الشخص إلى اضطرابات مالية كثيرة وأزمات مادية كبيرة، والله أعلم. السجادة المحترق في المنام، دليل على تعرض الرائي لمشاكل وخلافات أسرية وفشله في التجارة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية